رسالة، وقبل الرسالة أنا أبغى أعرف أصلاً يعني من البداية وش الأسباب اللي يعني إذا عملناها ذهب عنا الحزن. جميل. أولاً تعرفون النبي بأبي أمي صلى الله عليه وسلم في الغار قال لأبي بكر في أحرج موقف في العالم، السيوف 50 سيف تقطر دماً محاوطة الغار، قال لا تحزن إن الله معنا، أنت قل لقلبك لا تحزن إن الله معنا. في أسباب سوف أعدها سريعاً، وربما أخذ سبب إذا فعلت. نحن بشر جميعاً ونمر بالأحزان، ما في واحد، ما في قصة إلا تحت قصة، يعني مهما كان مهما حاولت أنت لابد تمرض أو تفقد حبيب أو يديك جدين أو يجيك إزعاج أو مصيبة أو أزمة أو كارثة أو كرب، لابد إذا ما فعلت الأسباب سوف تهلكك الأحزان. وذلك بعضهم نقل من الكآبة، بعضهم مات، بعضهم انتحر لأنه ما فعل الأسباب. السبب الأول توحيد الباري سبحانه، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، لا إله الله لا معبود بحق إلا الله. التوحيد هذا يملأ قلبك سعادة، وهو الإيمان بالله، الإيمان بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. السبب الثاني أحبابي، وأنا وصيت عند الدخول الشباب أوصيكم الصلاة، الصلاة في وقتها بس تصليها بخشوع بإذن الواحد الأحد إن الله يفرج عنك الكروبات. كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا كربه أمر أرحنا بالصلاة يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، الصلاة الصلاة، ولذلك كل النجاحات والأرزاق بعد الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الثالث يا أحبابي ذكر الله، وهذا يحتاج إلى حديث، وإن شاء الله مع أبي عبد الله نواصل حلقات ووقفات، لكن الذكر لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. طيب أبو عبد الله تسمح لي أقاطعك، لكن خلنا نوقف شوي عند الذكر. وأنا في جلساتي معك ولقاءاتي في منزلك العامر أو في الروحة والجية أجد بأنك متمسك بالذكر، فيجي في بالي تساؤل وسؤال، لماذا هذا التمسك عند الدكتور عايد القرني بالذكر؟ أكيد راح يكون في أثر وجده، فلا تحرمنا ولا تحرم الحضور ولا المشاهدين، وش الأثر اللي وجد؟ شوف أنا أعرف نفسي وتقصيري وخطئي، مهما جاني من تشجيع ولا ما تحترني عد تعرف أبشرك ما عاد ينطلع علي أسمه. الأمر الآخر أنا وجدت من هو أكثر مني، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم نبي الهدى، لكن في السلف أنا وجدت علماء، عاصرت علماء لا تفتر سنتهم من ذكر الله، لأن الله حدد لكل عبادة وقت، الصلاة له وقت، الزكاة له وقت، الصيام وقت، الحج له وقت، إلا الذكر الوقت كله له، حتى الهيئات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، الليل والنهار، متوضي وغير متوضي، عليك جنابة ما عليك جنابة، مستقبل القلبة ما مستقبل، في الطائرة في السيارة في الاستراحة، في كل وقت اجعل اليوم كله ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، في مسند أحمد سوفياتي معنا، ولا سأجيب مجنون ولا أجيبها الآن، يقول اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون، يقول صلى الله عليه وسلم مسند أحمد، ترى حسنه يحيى بن معين وحسنه الحافظ بن حجر، إلى درجة كانوا يقولون أنك موسوس إذا شفت إنسان. أحد العلماء كان يسبح كثير وكان شاعر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما يفطر أبدا، قال واحد أنت مجنون، قال ومن جنوني من جنوني بكم قالوا به مرض فزلت فقلت لا زال عني ذلك المرض. اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا غنى بكم شرب الدمع في القدحة، فاذكروني أذكركم. والله شوف أن لا يفتح الأكفان مثل الذكر، ولا يحميك مثل الذكر، ولا يسندك مثل الذكر. وأنا العبد الضعيف المقصر قد كررت هذا، لكن هذا يمكن بعد ولو طيب يعني في الفلبين مثلا ايه ذكرنا أذكار المساء تعرف وحماني الله سبحانه وتعالى، أنا متفائل بها، وانتشر لك دعاء كذلك كنت قبل لا تجي الحادثة. اي نعم، فالذكر يا إخوة سبب رزق وانفراج الكروبات وتكفير السيئات ورفع الدرجات والحسنات، والله يسهل لك الأبواب، لكنك تستمر على الذكر. ويكون لو تكون عندك 100 سبحان الله وبحمده، 100 لا إله الله واحد، 100 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، ترى سهلة. ونحن نتحدث حديثا تافها كثيرا وسواليف لا حد لها في الحياة مملولة مكررة، وذلك ترى هو فتح من الله، إذا فتح عليك وذكرته فقد أقربك، ولا ترى ما كثير من الناس يحصل على الفتح. أنا عندي لطيفة من لطائف ترى سويتها فيديو قبل 4 أيام. أيوة. يقول لي واحد من الشيخ يقول عندنا في القرية شايبين أعمارهم في 8، أحدهم فتح الله عليه في الذكر صدق يذكر في اليوم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على الرشين قدير من الصباح المسح والألف مرة، ترى 45 دقيقة إذا واصلت بتيجي ساعة، وخلك 23 ساعة سولف. قالوا مفتوح عليه، قال وجهك ورقة مصحف، لأن الله يعوض الذاكرين سبحان ويحبهم سبحانه ويقربهم ويمنحهم من الخير والقوة. قالوا زميل الشايب الثاني يقول والله ما يقدر يجي 100، قلنا يا عم
لا إله الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله شيء قدير مئة مرة. قال وين الوقت؟ أعطونا وقت. يلا يهبنا معونة. قال وهو شوف هذا الشايب يقول ما عندي وقت. يقول ما بيع بقرة قديم في القرية اللي يعرف من اشتراها وقيمتها ومن باعها، ولا حمار بيع كرمكم الله اللي يعرف ثمنه ومن اشتراه والحطب يعرفه ودرجة الحرارة والأسعار والأخبار وكم طلق من مرأة ومن طلقها ومن تزوج ثاني مرة. عجيب. يقول مسولف سبع ساعات ثمان ساعات. قال أعطونا وقت. وثوفيق وقت. يقول الشيخ ابن عثيمين لا تحسب انه بقوتك وذكائك، هو فتح من الله. صحيح. يفتح على بعض الناس. انا رفقت شايب زهراني من بيضان، غرت بذلك مناسبه حضور ابراهيم، غرت انا به بهذا في زهراني ثاني ترى عبد الله ونعم بعبد الله وكل القبائل. فانا ركبت من الطائره، انا سويتها في فيديو قبل يمكن سته اشهر او سنه، وركبت على مطار العقيق. وبجنبي شايب يمكن عمره 85 سنه، يا أخي لفت انتباهي حتى سوت سناب وغرت في وقتها. سبحان الله ملفت النظر. يجي القهوة يعتذر، هو ما يبغى يتقهوى. سبحان الله بحمد سلمت عليك، كيف حالكم يا ورقة؟ سبحان الله الله يسلمك. ملفت النظر حتى يوم يجون الموظفين يبغوا كذا. سبحان الله بحمد. حوت قلت يا وارد أبشرك بشيء، منين أنت يا وارد؟ قال أنا من بيضان زهران متقاعد، ورقة وجهه يلمع كأن ورقة مصحف. لا إله إلا لا يفطر. قلت يا والد ترى راوي حديث كلمتان خفتان لسان زهراني. الدوسي أبو هريرة، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، أحد آخر حديث في صحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان الميزان حبيبتان رحمن. سبحان الله بحمد سبحان الله. لا صدق سبحان الله بحمد سبحان الله سبحان الله. وفي السيب سبحان الله بحمد. نازلين في المطار له كذا صلصال. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا توفيق إلهي. اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجون. رواه أحمد إمام أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، وصح الحديث يحيى بن معين والحافظ بن حجر وغير الحديث اللي يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانه كرطب من ذكر الله. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند ملككم وخير لكم من أنفق الذهب والورق. تنفق الذهب والفضة هذا أفضل، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنكم ويضربوا عنكم. قالوا بين رسول. قال ذكر الله أفضل. جميل. عمل جميل. أنت ما شاء الله عليك يا شيخ، أنا سألتك السؤال وربما من تواضعك أعطيتنا الأثر على ناس آخرين التقيت بهم، لكن أنا عندي سؤال ثاني. موضوع لما قلت فاذكروني أذكركم، يعني أبغى أعرف أنا والشباب أو المشاهدين وش المقصود في أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا؟ هل يذكرنا عنده ولا عند ملائكة؟ وش الطريقة وش الصفة؟ خلنا أعطنا العمق هذا. يا سلام. بين في الصحيحين في حديث قدسي يقول سبحانه وتعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، في نفسي المقدسة. تصور من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير من في الملائكة. تذكره في الزملاء أصدقاء، يذكرك في الملائكة، يباهي بك في الملأ الأعلى. عبدي فلان ناصر بفلان الغامدي. شو يباهي؟ يمدحك يثني عليك. يثني عليك. يثني عليك. فاستغفر يقول الملائكة اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. لا إله. شوف الشرف. يقول علماء أشرف آية في الذكر فاذكروني أذكركم. الله. قال السيوطي عجبت لمن يقرأ هذه الآية ثم تجف شفتاه ويفطر لسانه عن الذكر. لا إله. فيها خمس رسائل. الرسالة الأولى أنه إذا ذكرك الله فاعرف أنك في المجد العالي مهما تجاهلك الإعلام والناس. الله. ما دعيت الحفل ما المهرجان ما سلم لك جائزة، أنت في بيت في قرية ذكرك ملك الملوك فاعرف أنه غاية المجد. معناه يحبك الله. يحبك ويتولاك ويغفر لك. إذا ذكرك فقد غفر لك، وإذا ذكرك فقد رضي عنك، وإذا ذكرك فقد زكاك. والذي نفسي بيده لو مهرجانات العالم تعطيك جوائز عالمية في كل فن وكل باب ويسلم لك جوائز نوبل منذ أنشئة إلى آخر شيء. الله. إنها ما تعادل ذكره سبحان اللحظة. الله. فمعناه رضي عنك وأدخلك الفردوس واجتباك وذكرك الملائكة. الثاني يقول العلماء إذا همشت وشعرت بالتهميش في الدنيا، بعض الناس ترى ما أعطي حقه في الإعلام وتهميش، ويجد حتى بعض التافهين الآن أشهر من ابن تيمية أحمد بن حنبل تافه وما عنده شيء بس خبال هبال. أعطونا السماعة يا مهندس. أعطونا السماعة يا أحبابي. يا أخي شوف إذا همشت شعرت بالتهميش ما دعيت وما كرمت بس واصل التسبيح فالله يذكرك في الملأ العلى. الثالث تنقطع الأعمال كلها يوم القيامة في الجنة إلا التسبيح لجلالته، يلهمون التسبيح في الجنة، لا صلاة في الجنة، لا زكاة، لا حج، لا عمرة، لكن التسبيح للذكر. سبحان الله العظيم. الرابع اسمع، لا يكافئ الله عامل بمثل عمله إلا الذكر. ما يقول صلوا وصلي حج وحج زك زك، لا فاذكروني أذكركم. الله. ولهذا الله. أجمل شيء هو الذكر. ويعلم الله إذا ألهمك الله أنه أحبك وقربك وجعلك من الفائزين المقربين. وفي الآثار من دوم الذكر دخل الجنة وهو يضحك. الله. ذكر أبو الدرداء موقوف عليه وغيره.
ومنها يحط الله عنك السيئات، فيها 100 فائدة ذكرها ابن القيم، ومنها أن الله يجعلك مباركا أينما كنت، حتى اللي يشوفك ترى يا أخي أنا إذا ركبت الطيارة شفت شاب سبحوا شيء قلت جزاه الله خير، سبحوا الناس، ركب له صنصير قال لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله، قال إن اللهم لك تصلوا على النبي، قال اللهم صل وسلم عليه، فأنت مبارك حيث ما كنت وأنت داعية بس بسمتك. وبالله أسألكم سؤال، أنا قلت مع أبي عبد الله قبل في رمضان قبل 4 سنوات أو 3 سنوات، قلت إذا لم تحب الله من تحب؟ الله. وإذا لم تذكر الله من تذكر؟ وش يعني تذكر أسرتك قبيلتك؟ وش يعني من؟ أعظم عظيم سبحانه. وإذا لم تشكر الله تشكر من؟ وإذا تثني على الله تثني على من؟ فلا إله إلا الله قد قدست أسماؤه ولا رب سواه، هو يسمعنا الآن يرانا الآن ومعك الآن، نسأل الله أن يباهي بنا ملائكته أكرم من حبل الوريد، الحي القيوم الذي هو على العرش استوى ومعنا سبحانه وتعالى جل في علاه، أن يذكرنا في الملأ الأعلى. طيب ربما الآن بعد كلامك هذا استنتجت، ممكن الشباب استنتجوا في تساؤل يكون عند البعض، هل الله يحبني؟ الجواب إذا كنت أذكر الله، الله يحبني يا شيخ؟ ذكر من ألف كابن رجب وقبله ابن القيم وابن حجر والنووي علماء كلهم حتى ابن تيمية، من علامات حب الله لك أن يفتح عليك في ذكره، فإنه أكبر. إذا حبك جعلك تذكره، لو كان أغلق الباب، لكنك حبيب عنده بالله عليكم فيلهمك. أنا ولله المثل على، لو عندك صديق وكله كل مجلس ترى حبيبي فلان وتراه طيب وكريم وفي عند القبائل يذكره، دليل على غاية الحب. الرجل إذا عشق امرأة عشق عشقا حتى عشق حراما مثلا أو حلالا وسوى فيها القصائد والإبداعات، يا أخي مات بعض العشاق حتى يقول بعضهم كان ذاكر لله، فيقولون كيف تذكر الله بهذا الهيام؟ قال إذا كان حب الهائمين من الورع بليلة وسعدة يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا للعالم الأعلى. الله يا أخي ما فتح إلا اللي تغنوا بسلمة وزينب ومدريش وامرأة القيس، يقول أمنام ترى أني كلما زرت زينبا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي خيلاي مر بي على أم جندب نقضي لبنات الفؤاد المعذبي. وفي نجد هذا يقول فيها يقول شكوت العراف اليمامة حكمه، جعلت العراف اليمامة حكمه وعراف نجد هما شفياني، فوالله ما من شربة يعلماني ولا رقية لا بها رقياني، فقال شفاك الله والله ما لنا بمكرون ما تحوض ضلوع يداني. كم من ذكر الله، كم من سافر قلبه إلى الله، يحبك لأنه ألهمك أنك تذكره. الله أكبر. ترى أعوذ بالله الخسيس النجس ما يتعرض لهذه، الله يكرم اسمه عنه، ترى بعض الناس خسيس النجس أعوذ بالله ما يذكر الله، حتى يقول تصدق أن يصعب عليه لا إله إلا الله، بعيد عن الله بعيد، حتى يقول وش تشغل وش معنى استغفر الله، شيء بلغ بعضهم بالفجور إلى ما يقول. وإذا قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بعضهم ترى في العالم في الدنيا ما أقصد المسلمين ما يبغى لا إله إلا الله ولا يبغى صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزي بالدين، فلذلك هو مجنب خلاص، لا يريد الله أن يذكر اسمه المشرف المقدس المبارك المطهر على لسانه. الله يحبك ويجعلك تصلي، يجعلك تذكره، شرف لك والله هذا الشرف والرفعة يا أخي. حاج عراق اسمه الألوسي شاعر يوم وقف أمام الكعبة بكى قال إليك يا رب وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. الله والله لو تسوي مليون قصيدة ومليون رواية ومليون تأليف في البشر إنه يموتون وتموت، وإذا سويت حرف ملك الملوك إنه يرفعك ويمجدك ويشرفك. يلا يقول بن جدلان في أبها يلا طلبناك حظا يرفع القالة، والناس بالعرف فيها ما يكفيها. ودائم سلف معنا كذا يقول خالد بن هذال، أنا دمعت عيني في أزمة الخليج وخالد بن هذال في الشاشة كنت بيسمعني الآن ويتابع برنامجكم، رجل أعمال أحمد أبا الخير، فتحت كنت أنا في مخيم معه، فافتح الملك فهد رحمه الله قدامه إذا خالد بن هذال يوم طلع يا الله يا الله فزعتك يا رحيم ويا ودود، اسمع الكلام، الله يا حليم من عند وقع المصائب يسأل، يا جواد كل من جاده يجود، من جوده يجود، يا مشرفنا بحبل الكتاب المنزلة، ما سجدنا إلا لوجهك لطاعتك السجود، بأمرك أحداث الليالي تحل وتفتر. هذا العظيم، هذا الملك القدوس والله. ثم يقول في الثانية يلا بمانك من النكبات تمنا والدار بحماك تمنا وتامنها،
سبحان الله هذا العظيم الذي ينادى سبحانه ويمجد ويمدح ويحب المدح، هو غني عن المدح، مدح نفسه قبل يمدح المادحون، الشرف له والمجد له والسؤدد له، غني ما يفتقر، حي ما يموت، قوي ما يهزم سبحانه ولا يغلب، وهو سمى نفسه الصمد، له 99 اسما حفظه دخل الجنة، وله أسماء لا نعرفها، جل في علاه، الشرف والسؤدد له، يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل ملك قد وصدت، ورأيت بابك واسعا ليوصد، ترى بابه ما عليه حجاب ولا حرس ولا شيء، تتوضا وتدخل المسجد، مسجد طين، مسجد حجر، وتدعو وترفع مشاكلك، هو يعافيك ويشافيك ويرفعك، وترى هو يصح مريضك، يعني يعافي مريضك ويعافي مبتلاك، ويقضي دينك ويزوجك ويوفقك وينصرك ويرفعك ويغنيك ويغني ذريتك ويتولاك ويغفر لك ويرحمك ويجتبيك ويبيض وجهك ويسقيك من الحوض ويدخلك الجنة ويدخلك الفردوس، واللي أعطاك الصحة والعافية والشوف والنظر والسمع والعقل والبصر، وقواك وحفظك ورفعك، وإذا سترك وغفر لك، ومهما تأتي من الذنوب وتستغفر يغفر لك، كريم واسع الكرم، رحمن رحيم، أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، كرمه لا يحد وجوده لا يرد وسيبه لا يصد، يقول ابن عثيمين، ومعنى الصمد منه الإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد، لا إله إلا الله، صمد تتوجه له الكائنات بأنواع اللغات ومختلف اللهجات والمخلوقات، فتسأله الحاجات وترفع له المشكلات، فيعطي هذا ويمنح هذا ويعافي هذا ويشافي هذا ويرفع هذا ويتولى هذا ويرضي هذا ويسعد هذا ويغفر لهذا، ثم يتحدى الجميع، يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الخزائن عنده والملوك يطلبونه، كل يترجاه وكل يسأله، وكل ضعيف له، كل ميت له، وكل ذليل له، كل يقصر له، وكل ينهزم له، وكل ينكسر له، لا يجوع ولا تأخذ سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم، واحد قهار قهر غيره، سمى الواحد القهار، ملك الملوك، نواصي الملوك بيده سبحانه وتعالى، أنا الملك، يقول يوم القيامة أنا الملك، يطوي السماوات بالأراضين باليمين السماوات والأراضين يطويها باليد الأخرى سبحانه، فيقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه بنفسه للواحد القهار، تذهب إليه فيرضيك في أي مكان، يعلم سرك ونجواك، متابع الناس، أطعمهم وأسقاهم وأعطاهم واجتباهم، كريم، يعطيك قبل السؤال وفي السؤال وبعد السؤال، الله أكبر، يعطيك الله حتى يدهشك، ترفع يديه يعطيك، ترفع مشكلة يعطيك ويجتبيك، وقد يقدر عليك الشر بالنسبة لك أو مصيبة ليجتبيك ويمتحنك ويطهرك من من مثل من المرض أو المصيبة أو الأزمة أو الصدمة، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، أما رأيت كتابه، أما سمعت القرآن، ما رأيته، نزل على نبي أمي ما يعرف يكتب اسمه صلى الله عليه وسلم، لا رأى طبشورة ولا سبورة ولا دخل مدرسة ولا جامعة ولا أكاديمية، فأعطاه هذا الكتاب وتحدى الآخرين، قل إن اجتمعت الإنس على الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضهم ظهيرا، 14 قرن، طيب الله. واحد يجرب، هل واحد دجال يخرج لنا فيلسوف ملحد، ليش ما تجرب؟ أعطنا شركة تجرب تسوي قرآن مثله، ولا خرسوا كلهم، سكتوا كلهم، أسكتوا الأدباء، واسكتوا العلماء، واسكتوا الشعراء، يقول اخرسوا، بل نقذه بالحق على الباطل، فيدمغه، فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، ولا يأتونك بمثل، إلا جئناك بالحق، وأحسن تفسيره، القوة قوته، اعتزوا به، تفتخروا به، علمنا مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا عزنا، والله لا عز لنا إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، والله شرفنا، اجعل نفسك أنك عبد له حتى يعزك ويرفعك ويمجدك، ما ترفعك القبيلة ولا الأسرة، يرفعك الله. استاذك شيخنا، لأنه الأذان حان، هذه خطبة الجمعة هذه، لا جميل جدا، ما أروعك وما أجملك وما أحلاك، واجعله خالصا لوجهه، ما شاء الله تبارك الله، أقسم بمن أحل القسم أن محلقين جدا، أنا أشوف في عيونكم يعني شيء عظيم، كلام جالس يقوله الدكتور عايض، مع الأذان نستمع ونعود من جديد.